المجهر مشاهدينا الكرام من قناة الجزائرية، أهلا وسهلا بكم. إذا ما كنتم تشاهدونه الآن هو أكبر مشروع للألعاب المائية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط المقام في ولاية بسكرة. اليوم إذا أسعد كثيرا باستضافة مهندسه ومصممه المهندس المعماري العالمي والجزائري الكبير الدكتور كمال الوفي. أهلا بك. أهلا، مانيش دكتور. لاش دكتور، مهندس كبير. بروفيسور كمال الوفي. الله يبارك. إذا البروفيسور كمال الوفي أسعد كثيرا باستضافتك اليوم في برنامج المجهر. مرحبا. أهلا. إذا بروفيسور كمال الوفي، أنت يعني أستاذ محاضر في عدة في كبار الجامعات العالمية، كذلك أنت صممت المعرض العالمي بهانوفر سنة 2000، كذلك صممت ويعني أعددت هندسة حدائق العالم ببرلين، كذلك الحدائق الإسلامية بمكة المكرمة، وكذلك حدائق الشيخ زايد بأبوظبي، وأيضا حدائق لوكسمبورغ، واليوم في الجزائر لأول مرة حدائق الزيبان في ولاية بسكرة. هذه لمحة فقط خفيفة عن البروفيسور كمال الوافي. إذا نتحدث عن مشروع الزيبان في ولاية بسكرة، أعطنا بروفيسور لمحة عن هذا المشروع. أولا تسمح لي وتسمحوا لي، ما أنا يعني كلمة تاعي العربية ماهوش يعني في النيفو كبير، لأن أنا مدرست العربية الفصحى. مشروع الزيبان هو مشروع مهم في لا ريجون دو بيسكرا، لانه هو ياخذ دي اسبيراسيون نتاع لا ريجون نتاع الجهه يا بعد. نعم. في الاركيتكتور، في الحدائق، في كل لي بروجي اللي نعملوه ثم. هو مشروع في هما كاين يعني ست مشاريع. كان المشروع الأول في الحياة، هو المشروع الأول هو ملاعب المياه صافي ديال الجيدو، ملاعب المياه هو سير 60 هكتار افيك معاه باركينغ وان باتيمون دونتري. المشروع الثاني هو راكم شفتوه هنا، سي تان بروجي اللي عملوه ان بيرو ديتود من لاشين، هو لو بارك داتراكسيون، يعني ملاعب بلاء المياه. المشروع الثالث هما دي فيلا ودي زوتيل، والمشروع الرابع هو ان شاء الله ما يكون ان سنتر دو سينما، والمشروع الخامس هو نتاع الرياضات، دي تيران دو سبور افيك ان تريتمون ميديكال سبورتيف. هو في الحقيقه منتجع يعني يحتوي على ست يعني مرافق او ست مشاريع في بين 50 و60 هكتار. بين 50 و60 هكتار. طيب، هذا المشروع الكبير الضخم الذي جاء لأول مرة في الجزائر، لماذا اختير بالذات في ولاية بسكرة؟ سي علي سراوي هو من بسكرة، هو كان اشترى هذا لابالمري، وكان هو يعمل كان يخمم يعمل فيها كما نقولوا انفيرم اغريكول. بس بعد ما شراه لافيرم هو خمم، قال لك نعمل انا ممكن مشروع اللي يكون عنده ان بروجيكسيون في لافينير، وهو مع ممكن دوتر بيرسون خمموا باللي كاين كثير من الناس اللي يمشيو لتونس ويمشيو للبلاد الاوروبيه باش غير يروحوا يلعبوا في لي توبوغون. دونك هو عمل لي نيتي دامباكت، تسمى نيتي دامباكت دونفيرونمون، باش نشوفوا واش لونفيرونمون تاعنا يقدر يحمل، وقالنا عملوا لي مشروع في هذا الطريق في دون سو دومين لا. وهذه هي هذا هو لو بوين دو ديبار، وتم التركيز على الالعاب المائيه في المشروع. وشرى الالعاب المائيه وكل انظر حضارات اللي يكونوا في هذاك المشروع. هو لا بالموري عندها 6000 شجره 6000 نخله. كي تمشي في هذا المشروع وتعمل فيه مشاريع صغار، يعني عندك ان امباكت انستونتاني من النهار الاول، تشوف ديجا دي سباس فير كبار وخضراء. دونك سو كي في سيتي ان اتو بور لو بروجي. اذا كيف تم اختيارك بروفيسور كمال الوفي لتصميم وهندسه هذا المشروع؟ مدينه بسكرة. للعلم هذا مشروعك الاول في الجزائر. هذا كاول مشروع في الجزائر. مدينه بسكرة، الانسبيراسيون جات من مدينه بسكرة، جات من الاركيتكت بويون، جات من لونفيرونمون اللي كان تم. هذه هي اللي اعطتنا الفرصه باش نخمو في هذا الطريق.
ماذا يمكن أن يجلب هذا المشروع الضخم للسياحة الجزائرية؟ يعني القيمة المضافة لهذا المشروع بالنسبة للسياحة الجزائرية؟ المشروع في ذاته يكون غير مهم، لأن في الولايات، نقول لك كما في ولاية باتنا ولا ولاية وين الولايات، يعني الولاية ليميتراف، هما عندهم دي بوسيبيليتي باش تمشي يمكن لدوتر اندروا وين تنجم تعمل توريزم، كما تروح لسيدي اكبا ان سنتر كولتورال يعني، ولا تروح تمشي لي غورج دو غوفي ثاني، يعني سي دي سنتر كولتورال. دونك سو كي فيه هذا المشروع هو وحده ما عندوش فرصه كبيره كما الفرصه اللي تعاونهم لي زوتر بروجي دونفيرونمون. وكذلك تم التركيز على السياحه الخضراء. السياحه الخضراء هي يونيدي تاع مسيو سراوي، هي يعني يونيدي تاع مسيو سراوي، ليكون ثم هذاك المشروع يكون عنده لاسيات نتاعو سي لي سي لو توريزم فير، فبدير كيجي الانسان لهذاك المكان يشوف حضارات كما يشوف جنانات. عندنا يعني حدائق كما في المشروع نتاعنا، عندنا حدائق، حديقه شينويه، حديقه صينيه، حديقه يابانيه، حديقه على حسب يعني مختلف الثقافات. وال كاين فيه كاين في كاين 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 حديقه نتاع لي زانكا. تسمى كي تجي لهذاك المشروع ما تجيش غير المشروع باش يكونوا غير الالعاب فيه، تجي في هذاك المشروع مطاعم كذلك كما قلت مكسيكيه، صينيه، ايطاليه. في هذاك المشروع كاين سكون ابل حنا اون انيسياسيون تاع الانديفيدو لدوتر كولتور، باش تجي تتعلم وتشوف ثقافات اخرى، تشوف دوتر كولتور. هذا هو لو بوت نتاع هذا المشروع. يعني لمن خصص هذا المشروع؟ هل بإمكان عامة الشعب أن مثلا أن يتنقل إلى هذا المنتجع ويمضي وقتا معينا قصيرا مثلا أو طويل في المنتجع؟ شوف، كاين مشروع صغير في باتنا، كاين مشروع هكذا صغير في باتنا، يمشيوا ليه الناس، يمشيوا يبقوا من الصباح حتى العشية، هما يستناو يديروا لاكو، يستناو توت لا جورني. هذا المشروع هذا ممكن يفتح أبواب السكان ولاية بسكرة وولاية ورقلة وولاية توغورت وولاية باتنا، ليجيوا لهذا المكان ويبقوا كل نهار فيه. طيب، فهو يعني مفتوح لكافة شرائح المجتمع. وش معناتها كافة شرائح المجتمع؟ يعني بإمكان أي شخص أنه يذهب لهذا المنتج. ممكن هي ما نعلم أنا على البري دونتري اللي راح يعمله سي سراوي، يمكن كل شعبي يزور هذا المشروع. طيب، السياحة الخضراء، العديد من يعني المرافق في هذا المنتجع الكبير، متى سيفتح هذا المنتجع الكبير الزبان أبوابه لقاطنيه أو لقاصديه؟ الأكفا بارك احنا إن شاء الله نتمنوا في شهر ماي بعد رمضان إن شاء الله يكون يعني مفتوح ثاني، بعد يونيو يكون يعني كل الألعاب يكونوا يعني موجودين. احنا عندنا 80-90% في الأكفا بارك، يعني مخلصين الخدمة فيها. والمشاريع الأخرين هي على حساب لابلانيفيكاسيون اللي نتاع لو متر دوفراج. وأنتم يعني تتوقعون أن يقصد هذا المنتجع بين 1,500,000 زائر إلى كذلك بين 1,300,000 زائر حتى 1,500,000 زائر في كل المشاريع، يكونوا واجدين كل المشاريع، ست مشاريع يكونوا واجدين كل المشاريع. هو المشروع الأكفا بارك وحده يكون عنده إن شاء الله شاك شهور كل يوم يقدر يكونوا 4,000 من الناس يكونوا يزوروا هذا المشروع يوميا. مهم. طيب، هذا مشروعك الأول بروفيسور كمال الوافي في الجزائر، لماذا هذا هو المشروع الوحيد في الجزائر؟ لأن مكان إمكانيات مكان يعني إمكانيات مكان يعني إمكانيات من طريق الإدارة. وهذا مشروع خاص، يعني هذا مشروع تعيش مش سراء، مشروع خاص، يعني المشاريع من المشاريع الكبرى ما يعني أنا با يو دو شونس، ما كانش عندنا إمكانيات باش نبارتيسيبيو فيهم. ولديك أفكار مثلاً لتصميم مشاريع أخرى مثلاً في المستقبل؟ ممكن في الجزائر؟ ممكن. طيب، ديزاين هذا المشروع، مشروع الزبان، يعني هل يمكن القول بأنه يعطي ذلك أو تلك الصورة العالمية لمختلف المنتجعات الكبرى في العالم؟ تم التركيز ربما في الديزاين على هذا الحدائق واللون الأخضر كذلك.
هو كل اسباس احنا نقولوا جنان جنة، هو كل اسباس عنده انفلونس، عنده انفلونس على الانديفيدو، على الانسان. كل انسان اللي يمشي المكان اللي نقولوا هذاك المكان يعبي العين، يعني عنده هارموني. كيف تقول هارموني بالعربيه الفصحى؟ التجانس والتناسق. كي تكون عنده هذيك يعني تاثر عليه دون لو دومين بوزيتيف والنفسي كذلك، فوالا تاثر عليه دون لو دومين بوزيتيف، تسمى هذاك الانسان يولي ان بو اكيليبري. احنا لي بروبليم اللي عندنا هنا في الجزائر هو كي تخرج من دارك في لي زونسومبل دو باتيمون ما تحسش روحك يعني في مدينه، تحس روحك يعني راك في ان غيتو، ما كان حتى هارموني، ما كان حتى. بصح كي تمشي لو جاردان دي سي، مع تخش في جاردان دي سي تخش فيه عندك ديجا ان بوتي ريبو مونتال، عندك ان ريبو كلاسيك، عندك ان ريبو جنسي، عندك ان ريبو. اي دونك سو كيفي هاد لي اسباس هادو ينجموا يعني يمدوا الانسان لا بوسيبيليتي الاولى دو ريفليشير، دافوار اون ريفليكسيون، والثالثه باش يكون حتى هو يعمل، باش تكون هذه الطريقه حتى في لونفيرونمون تاعو تكون حاضره. بما انك بروفيسور، انت درست في العديد من الجامعات الكبرى في العالم، ويعني صممت وهندست للعديد من المشاريع كذلك الكبيره في مختلف انحاء العالم، كيف تقيم العمل الهندسي الجزائري اليوم؟ احنا انا ما نشوف حتى ديفيرونس، نقول ديفيرونس مخالفه بين مهندس الماني ومهندس جزائري كيكون في الجامعه وكي راح يخرج من الجامعه. المخالفه تشوفها في الخدمه، لان الانسان يتعلم في العمل، ككل عمل يتعلم كيعود يدير في لا براتيك. احنا عندنا اون جوناس اللي كي اونفي، اللي يبغي يخدموا، لديها رغبه في العمل، وهذا هو لا تو برينسيبال نتاعنا. احنا بس ما يخص الاركيتكتور ولو بيزاجيزم، احنا رانا يعني في اون بوزيسيون كيما في كل مكان العالم، عندنا اون بارتي، كاين ان بوزوان دو بارتيسيباسيون تاع الانديفيدو، مشاركه الانسان، مشاركه الساكن. هذه مازلنا احنا ما تعلمناهاش هنا في الجزائر، وهذه هي اللي ممكن احنا تشدنا في ال ماذا يجب العمل من اجل تطوير كل هذا الشيء؟ من اجل العمل، من اجل التطوير، ومن اجل لا ديسكوسيون، كيف تقول لا ديسكوسيون، لو ديبا، الحديث والنقاش والنقاش، من اجل النقاش، لان هذا الطريق ممكن تعاوننا احنا في النقاش. النقاش توليرون بين بعضنا. اوكي، إذن البروفيسور كمال الوافي، المهندس العالمي الجزائري الكبير، أشكرك جزيل الشكر لقبولك الدعوة اليوم. شكرا. وممكن الخطرة الجاية نكون نتعلم شوية عربية إن شاء الله. شكرا. إذن بروفيسور، مشاهدينا شكرا لكم أنتم كذلك على طيب الإصغاء والمتابعة. مزيد من الأخبار والبرامج تجدونها على موقع الجزائرية الرسمي على النت، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة عبر الفيسبوك. نلقاكم في الغد، إلى اللقاء.